فطبعا هذا الجيل اللي حضرتك منه وانا منه والاعضاء الجمعيه العظام منه لهم الحق يعني يفتخرون بذلك. ان انت النهارده انت اللي بتحط بعد 9 سنين بتحط الحتت. يعني بتحط موادك بتحط دستورك بتحط المواد اللي انت هتحكم بيها. طيب يعني حاجه ازاي ما تفرحش؟ لازم تفرح طبعا. شفت الحضور يعني حضور ما شاء الله يعني طبعا فعلا يتباهى دي. يعني انا كنت بفتخر امبارح بواحد اهلاوي. يعني سيادة المستشار البعض شكك ان في هذا الوقت تقدر يجوا 12500 وكمان يكونوا موافقين، وقال لك ان مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه بيضيعوا وقت وان الموضوع ده مش محسوب وان الناس مستعجله، ولكن دايما رهان مجلس اداره النادي على عائله النادي الاهلي كسبان كسبان. بص يا استاذ ايهاب، انا بعيدا عن التشكيك، مفيش تشكيك، في تشكيك طبعا اللي عارف الاجواء دي يعني بنحب ندخل فيها ومش بتاعتنا، لكن تمام. اللي احنا متاكدين منه ان احنا عندنا جمعيه عموميه محترمه وعندنا مجلس اداره كان عنده اراده قويه ان تحكم الجمعيه بنصوصها بالمواد اللي هم يحطيها اللي يحطها الجمعيه العموميه، فهو ده يتمنى ويقدم وده اللي حصل. بس طبعا جهد كبير جدا، ولكن اكيد عايز اسجل لحضرتك قبل ما اشكرك كلمه كده للتاريخ عن هذا اليوم، ونحط عنوان كده لقانون ودستور الاهلي وهذه الملحمه اللي تمت بدون غلطه واحده بتضافر كل جهود العاملين والاداره والاعضاء وكذلك الجماهير اللي التفوا حوالين شاشه وتلفزيون النادي الاهلي يتابعوا الموقف. اثبتتم وده الكلام ده للجماعه العموميه المحترمه، اثبتتم انكم حمايه ناديكم، اثبتتم انكم حضرتم لحمايه باستثماراتكم المستقبليه، اثبتتم انكم حضرتم لوضع ناديكم ولائحته في مصاف التشريعات العالميه الرياضيه، كنتم في الموعد، ومن يراهن عليكم دائما هو الرابح، والحمد لله كان يوما مشهودا انتخبت فيه النادي الاهلي. أشكرك سيادة المستشار أسامة أنديل، وشكرا لكل من ساهم وكل من أعطى وقته لهذا الكيان الذي يستحق من أعضائه ومن مسؤولي هذا التواجد في هذه الملحمة اللي هيذكرها دايما التاريخ، ودايما اكتب يا تاريخ.